Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, tel est Mittel Taïdadi, خصوصا la nouvelle policière. C'est un petit peu خاص بالتلاميذ اللي كيقراو كتاب باسريل, la nouvelle policière, ou bien sûr, حتى اللي كيقراو باركور اللي كيبغي يشوف هاد القصص هادو, حيت كيتحطوا في الجهوي, يعني واخا كيقراو باركور عندكم la nouvelle réaliste, وكاين بعد مرة في الجهوي كيحطوا la nouvelle policière. يعني انتم مطالبين انكم تشوفوا لي تكست بجوج la nouvelle policière, خصوصا الاسئلة ديال لونغ عندكم بحال بحال. دونك هنايا مازال عندنا لي كيسيون في اللور ديال الورقه. حاولوا انكم تدخلوا البلاي ليست باش تشوفوا النماذج اللي كنت كنخدم معاكم قبل, النماذج كاملين ديال الامتحانات ادخلوا البلاي ليست وتلقاوها هابطين يعني في ديك القائمه. غادي تلقاو الثانيه اعدادي, الاولى اعدادي, ممتى تلقاو الثالثه اعدادي الدوره الثانيه, غتلقاو امتحانات راجعوهم كاملين, وتلقاو حتى مراجعه شامله للامتحان الاول, يعني كاع الدروس اللي عندكم كنجمعهم في فيديو كندير لهم كنعاودو نتفكروا القاعده وكنديروا التمارين. مما تلقاو داكشي كامل, امتحانات لي نوفيل, كل شيء خصكم تراجعوا. الوغ هنا نقراو لو تيكست باش نجاوبوا على لي كيستيون. il y a 2 ans de cela, يعني هادشي اللي نعاودوه فات عليه 2 ans, عامين, un meurtre fut commis. meurtre يعني جريمه قتل, fut commis ارتكبت, او Gilvenek, yani fait le mec là. Une vieille dame âgée de 74 ans. Une vieille femme. Une vieille dame, yani واحد المرأة مسنة 74 ans, et qui s'appelait Anna Lebreuil. Donc, هنايا سميتها Anna. هذه la femme a dit. Avait été sauvagement étranglée. يعني لقاوها ميتة بواحد الطريقة سوفاج, وحشية, مقجوجة, يعني مخنوقة, يعني قتلوها يعني بالطريقة اللي ما تسفيها اتخونغلي دون سون سالون, في السالون ديالها. سيتي اون بيرسون اجي, يعني هي مرا كبيرة, بيان ايمي دو سي فوازا, يعني محبوبة من طرف الجيران ديالها, كي لوي روندي فيزيت ريغولييرمون, اللي كيزوروها بشكل يومي. لو ماري دو لا ماليغوز افي في نوفراج, يعني هو بالنسبة للزوج ديالها لو ماري هو ديجا مات نوفراج هنايا, يعني في غرقات السفينة او 1923, يعني شحال هادي باش مات 3 سيمين جوغ بور جوغ ابخي لور مارياج, يعني 3 سيمانات من ورا الزواج ديالهم هو مات. 9 موا بلو تار, من بعد داز 9 شهور هي كانت حاملة. اي لا كوشي دان فيس كي لافي ايلوفي سول, يعني ولدات واحد الطفل اللي هو ايلوفي كبر بوحدو, اللي ولدها اللي اي لافي اونوفي, اللي رباتو كبراتو بوحدها, يعني ما عندهاش الزوج ديالها. اون نو سورتي جامي, ما كتخرجش سوف بوغ فير دي كورس, ما عدا انها تخرج دير التقضيه. اون ابيرسيفي الوغ اون بيغودين او شوفو بلون, هنا الناس اللي كيعاودو شافوا واحد بيغودين, يعني واحد المراه, هذوك الناس ديال بريطانيا كيكونوا دايرين واحد الشابو فراس وما كطويل بلون, بيتيت اي فين, كي افونسي افيك بريكوسيون اون سابويان سور اون كان مارون, يعني شافوها داك المراه غاده بشويه بريكوسيون بحذر, وغاده يعني كتتمشى يعني على عكاز اون كان مارون, يعني واحد العصا مارون. سيت فيي دام تري ريسبكتابل, يعني هاد المراه هادي respectable, يعني محترمة. habitait une vieille bâtisse 13 rue de Pen Fouet en face du port, elle avait été étranglée alors qu'elle tricotait, يعني هاد المرأة هادي اللي ماتت اللي سميتها أنا ماتت وهي اللي تريكوتي, يعني كانت كتخيط في الصالون ديالها. le médecin légiste, يعني الطبيب الشرعي, avait noté des traces, يعني باش كان كيدير examine la victime باش كان كيبحثها شنو لقى. دي تراس دو غون, يعني لقى لا تراس ديال لي غون لي جات سور لو كو, في العنق ديالها, يعني داك اللي خنقها كان داير لي جات. بيرسون نو كومبروني بوركو, حتى واحد ما عرف علاش الا في ايتي اساسين, علاش تقتلات. اون نو فوزي دو مال ا بيرسون, يعني عمرها ما اذات شي واحد. اون فام سول ديسكريت سان زيستوار, يعني مرا ساكنه بوحدها كيتومه سان زيستوار, يعني ما عندها لا ماضي لا حتى حاجه. سي لا جيدون شيف دو رون دو لا بريغاد, يعني هنا شكون هو لا جيري, يعني كيكون عندنا واحد لونكيتور سميه ديال المحقق ولا الكوميسير اللي كيدير التحقيق في هذه القضيه هذه, كي افي ايتي شارجي دو لونكيت, يعني هو اللي تكلف بهذا لونكيت هذا. اي دي سي نيسيسير, يعني
مساعدة nécessaire par la gendarmerie de Pont-l'Abbé. Deux gendarmes allèrent interroger les voisins. Je vous dis les gendarmes, je vais vous les interrogatoires. Je vais vous dire le gérant de la vieille Anna. Il est là, je vais vous dire. L'un d'eux, dans le salon, donné sur le pontier de la victime, avait aperçu. Il y a un homme, le gérant, qui a dit qu'il était une silhouette de. سيلويت يعني واحد الخيال بان ليه واحد الخيال دايز سو فوفيلي دون لوبسكوريتي يعني غادي كيتمشى وكيتلوى هكا في الظلام دو لا ميزون يعني بان له شي حاجه شي خيال. الوغ نجاوبو على لي كيستيون. ديما كيكون عندكم في الامتحان القسم ولا الامتحان الجهوي هاد السؤال هذا يعني نو دو لوتور هذا كيتجبد يعني ماشي ضروري تقرا التكست كيتجبد غير من لا سورس من المصدر. هنا عندنا نو دو لوتور سميه ديال لوتور ونجبدو لو تيتر دو تيكست عنوان النص لا سورس هاد العنوان النص سورس مصدر ديالو ولو جونغ دو تيكست شنو هو لو جونغ ديال هاد النص هذا واش مسرحيه بيس دو تياتر دونك هادي قصه ونحدو لو جونغ نوفيل رياليست ولا نوفيل بوليسيير دونك هادي نوفيل بوليسيير ريسي بوليسيير قصه بوليسيه داكور. بالنسبه لي كيسيون انا كتبتهم هنا حيت ما كاينش ما يعقدنيش لي سباس. بالنسبه Voilà le nom de l'auteur. هنا عندنا اول حاجه كتكون دابري هاد دابري اللي وراها كيكون السميه ديال لوتور. عندنا تيتر دو تيكست مورتر او غيل فينيك دونك هنايا مورتر يعني جريمه ها هي مورتر دونك شوف هنايا التيكست مورتر. عندنا سا سورس اون نوفيل بوليسيير ولو جونغ ريسي بوليسي ولا تكتبو نوفيل بوليسيير. بالنسبه لهنا لي كيستيون répond par vrai au fond. Un jour au vrai au fond, un chilien je nous prenons fermement finance et justifie ta réponse à partir du texte. Ou un allié je vous dirai un chilien nas. Alors la justification, on a un ouvrier comme c'est parlé comme elle a le texte. Alors on a maintenant Anna le bru donc Anna, il y a la victime d'ahia. Est une jeune femme qui est mrachaba de 34 ans. Aussi mrachaba de 34 ans. Donc l'oula adna faux ou la justification est une vieille dame âgée de 74 ans. Il y a dit had la justification il est écrit quoi. Mais écrit ça c'est nous réel comme dans le texte. Had dit تعليل يعني هذه la justification. Deuxième, son mari avait fait naufrage 3 semaines après leur mariage. يعني واش دار نوفراج انه مات قبل دونك هي افي في نوفراج 3 سيمين تحبس واحد سيمين دونك من هنا هاي سون ماري افي نوفراج افيك لا مارسييز او 1900 دونك تحبس واحد هنا دونك عندنا في الاولى في الثانيه فري وتهزوا هاد لا فراز هادي. Donc, tel temps, le médecin légiste n'a trouvé aucune trace sur le corps de la victime. Il n'a pas de trace sur le corps de la victime, le corps de la dahiya. Donc, faux. Il y a faux. Il y a le médecin légiste. Le médecin légiste avait noté des traces de gants. Il y a la trace de gants sur le cou, sur le cou. إذن هذه هي لا جوستيفيكاسيون. لا كيسيون 3 او اي كون سو باس ليستوار دو سو تيكست او اين فين وقعات هاد القصه او كون متى. هنا عطاونا هنايا الوقت ديالو فوق شحال يعني من عام تحسبوا تقسموا تضربوا ولا هنا قالوا لنا اليا دو زون دو سلا يعني مرات عامين يعني هادشي دازت عليه دو زون. انا كتبت لكم هنا نعطيها لكم مكتوبه احسن باش تبان الكتابه واضحه. Alors la question, quelqu'un a où et quand se passe l'action de ce texte. Alors on a la réponse. L'action se passe où. On a qu'on appelle le maquin. Quand tu dis là, on a fini le salon, etc. Tu te dis là, on a le maquin qui vient. Bon, il y a au fil du temps de ça. C'est l'expression qu'on a écrite. Il y a deux ans de cela. Qui était la victime? Qui était? Shkoun hiya la victime? Qui est la victime? Comment a-t-elle été tuée? Ou kifash tqtlat? Alors, hnaya adna
La victime était une vieille dame, يعني امرأة عجوزة, âgée de 74 ans. كيفاش تقتلات كومون؟ Elle avait été étranglée. يعني أنها ماتت مقجوجة, مقتولة, يعني تخنقات. Qui a été chargé de l'enquête? شكون اللي مكلف بلونكيت؟ شكون اللي تكلف بلونكيت؟ تحقيقات. دونك هنا شكون اللي عندنا تكلف بالتحقيق؟ عندنا لادجيدون شيف كي افي ايتي شارجي دو لونكيت. ها هي ديجا عطاوها لينا هنا, ها هي كي افي شارجي دو لونكيت. دونك لادجيدون شيف كي افي ايتي شارجي دو لونكيت. كو بريفير تو لير؟ شنو كتفضل تقرا؟ اون نوفيل بوليسيير, قصة بوليسية, او ريغاردي ان فيلم بوليسي؟ بوركوا؟ تقول لهم اما نوفيل. دونك هنايا كيبقى هذا الجواب ديالكم, كل واحد وشنو الذوق ديالو. تبدا بجو بريفير ريغاردي ان فيلم بوليسي وتكتب لهم علاش, يعني كار كدير بور, ملي كيقول لك بوركوا كتكتب لا جوستيفيكاسيون وتبدا تهضر. دونك دابا نشوفو ندوزو لونغ اي كومونيكاسيون, الاسئله ديال لونغ قواعد. عندكم واحد جوج اسئله مازال هنا وفي اللور ديال الورقه, ما يكونوش عندكم في الاطار, ما كاينينش في الاطار المرجعي, داخلينش في الامتحان الجهوي. يعني انا ما نخدمش, ما نخدم معكم هاد لي كيسيون كاملين, واحد جوج ما نخدمهمش ديال اكسكلور لانكلوزيون. دونك هادوك كاينين لي اكسبرسيون خدمتهم عندكم في المانيوال, خدمتهم يعني في الكتاب ديالكم خدمتهم ودرت لكم قاعده ودرتهم حتى في مراجعه شامله لي اكسبرسيون هادوك في الكتاب. ولكن باش ما تدوخوش يعني كتمارين ما تركزوش عليهم بزاف, ولي برونو غولاتيف هاد الجوج هذا يعني انكلو لي زيكسبرسيون ديالهم هذاك الدار ديال انكلوزيون ايتترا و البرونو غولاتيف. ولكن لي كيسيون اخرى غادي نخدمهم معاكم, وما تنساوش ضروري تشوفوا دخلوا البلاي ليست تلقاو فيها امتحانات جهويه التصحيح ديالهم. ومازال هذا العام عطاكم الجديد, يعني كل عام كيكونوا بزاف النماذج. وعاوتاني كاين خدمت معكم انشاءات منهجيات كيفاش تكتبوا لا سيتو انيسيال, قصه بوليسيه, اي حاجه احتاجتوها غتلقاوها. يعني كلشي دابا غير كندير حاجه اخرى جديده اذا ما كنعاود امتحانات. دونك هنايا غوليف دو تيكس, تستخرج من النص كاتر مو كي سو رابورت او ليكسيك دو جون بوليسي. يعني اتخرجوا من النص كاتر مو, اربعه ديال الكلمات عندهم علاقه باش قصه بوليسيه, اربعه الكلمات او شون ليكسيكال يعني لو جونغ ليكسيك دو جونغ بوليسي. اي كلمه كدل على قصه بوليسيه نجبدوها. الوغ من النص عندنا شنو مكتوب؟ عندنا ان مورتر يعني جريمه قتل, هذه كدل على قصه بوليسيه من الكلمات ديال من الفوكابولير ديال قصه بوليسيه مورتر. لونكيت تحقيق, اترونغلي يعني واحد قجو ما اسم مقتوله, لا فيكتيم ضحيه. وعندنا اكثر ولكن هما قالوا لنا نجبدو غير اربعه. هنا اون كاركتيريزاسيون نجبدو من النص كاركتيريزاسيون, يعني عطانا واحد الشخص عطانا عليه واحد البريسيزيون. ولكن باش ماشي بادجيكتيف, ماشي قلت اون بيل فواتور درت لا فواتور عطيت عليها واحد الكاركتيريزاسيون ولا عطيت عليها واحد البريسيزيون كاليفيتها باش بيل. نو قالك ما جبدوش بادجيكتيف, جبد ليا واحد كاركتيريزاسيون على دون سوبوردوني غولاتيف. يعني نعتنا شي حاجه نعتناها بلو سوبوردوني, حيت الكاركتيريزاسيون عندنا بالكومبليمون دو نو, عندنا بلادجيكتيف, عندنا بالبارتيسيب بريز, كاين بزاف قاعده هي كبيره ديجا راه شرحتها لكم في الكتاب ديالكم. دابا غنجبدوها بسوبوردوني غولاتيف. شنو هما لي سوبوردوني؟ هما داك لي برونو غولاتيف, عندنا كي, عندنا كو, عندنا او, وعندنا دون. يعني كنهضر على شي حاجه وعطيت عليها واحد التتمه ديالها باش برونو غولاتيف. دونك هي هادي اون فيي دام اجي دو 74 ans et qui s'appelait Anna. يعني عطيت معلومه اخرى عليها, اضافه اخرى عليها باش درتها. ها هي كي, دونك عندنا هنا كي, كي سابلي انا, هذا هذا برونو غولاتيف. دونك فوالا هي كي سابلي انا. ندوزو دوزيام فراز, غولي لي فراز سويفونت, تربط هاد لي فراز هاد الجمل هادو و نيكسبريمون ليدي انديكي. يعني غادي نربطهم باش نعبروا على هاد ليدي انديكي اونتر بارونتيز. عطاونا لا كوز هنا, عطاونا هاد الجمله هادي ندخلوا فيها لا كوز السبب. اذا هنا عندنا لو بتي غارسون بلور, انا خصني نقلب على فين هي البروبوزيسيون برينسيبال وفين هي سوبوردوني. راه ماشي ضروري يكونوا بالترتيب ونجي هنا الوسط ندير كارو صافي, تقدر تكون هادي هي البرينسيبال وهذا هو السبب ديالها, تقدر تكون مرتبه. وانا باش غادي نعرف نطرح بوركوا في هادي, نعتبرها هي البرينسيبال ونطرح فيها بوركوا.
الا لقيت هذه علاش كذا كذا كذا، هذا هو الجواب، هذا هو السبب، اذا صحيحه مرتبه. الوغ بوركوا لو بتي غارسون بلور، علاش كيبكي؟ خاص يكون هذا هو الجواب، هذا هو السبب. نقول كار الى ايتي باتو بار سون فرير، حيت ضربو خوه. صحيحه، علاش كيبكي؟ حيت ضربو خوه. ميمكنش نقلبوها، نقول بوركوا الى ايتي باتو بار سون فرير، علاش تضرب من طرف خوه؟ حيت دار بساله. ولكن هنا عندناش حيت دار بساله، هنا عندنا حيت كيبكي. ضرب علاش تضرب؟ حيت كيبكي. ولا علاش كيبكي؟ حيت تضرب. اذا كتبقى تقلب بوركوا تقلبهم. الوغ هي لا فراز مرتبه، وحنا ندخلوا لا كوز، نديروا هنايا باسكو. دونك لا فراز بحال هكا، لو بتي غارسون بلور، كيبكي باسكو لا ايتي باتو بار سون فرير، وتكملوا لا فراز. هنا غادي نديروا كونسيكونس، هنا غادي ندخلوا موين ديال لا كونسيكونس. كنحسب الورقه، دونك غنديروا لا كونسيكونس. La vieille dame était très respectable. هاد المرأة هادي يعني محترمة. Elle était bien aimée de ses voisins. محبوبة من طرف الجيران ديالها. Alors انا عندي الكونسيكونس، نتيجة. النتيجة هي كنقلب لا كوز. الا ما عرفتوش لا كونسيكونس دختو قلبوا على لا كوز، وهداك الجملة السبب قلبوها غادي تعطيكم لا كونسيكونس. المهم انا راه شرحتها لكم في الدرس، وشرحتها في مراجعه شامله، وفي القواعد اللي كنت كندير دابا في امتحان. ما كنبغيش نطول بزاف ونشرح القاعده، حيت هذا غير امتحان كنديرو التصحيح ديالو. يعني اللي كيقرا راسو في امتحان ما ضابط شي قاعده يرجع، راني خادمه. ديروا كونسيكونس سميت القناه ويطلع لكم، ولا في الدرس ديالكم ديال الكتاب با صغير وغادي تطلع لكم، غتلقاو الشرح. الوغ هنايا نديرو لا 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 كونسيكونس نتيجه. لا فيي دام ايتي، هي ريسبكتابل محترمه. اذا بما ان هي محترمه راسها، ريسبكتابل محترمه، شنو هي النتيجه؟ الا ايتي بيان ايمي. اذا النتيجه دونك هي الا ايتي بيان ايمي دو سي فوازان، محبوبه من طرف الجيران ديالها. اذا نديرو هنايا اداه، الاداه هي سي كو، عندنا تالمون كو، عندنا دونك، عندنا الوغ، كاين بزاف لي موايان راه شرحتهم لكم في الدرس. اذا لا فيي دام ايتي سي ريسبكتابل، يعني هي محترمه، يعني تري ريسبكتابل لدرجه، يعني دونك نتيجه كيل ايتي بيان ايمي. وتكملوا لا فراز سي كو. سي كتمشي قبل لادجيكتيف، وهنا كو كتمشي مع البروبوزيسيون الثانيه. هنا غادي نديرو كومباريزون. عطاونا هاد لو رابور ديال لا كومباريزون. سون سورير اي لومينو، الابتسامه ديالو مشرقه مضويه. لو سولي اي تو سي لومينو، يعني شبهوا لينا الابتسامه ديالو بالشمس، كانوا نديرو كومباريزون. حتى لو سولي حتى هي لومينو كو دون ان سييل كلير، ملي كتكون فواحد الشمس سيال السماء اللي هي صافيه. الوغ يعني شبهوا الابتسامه ديالو بلو سولي ملي كتكون فواحد لو سييل كلير. إذا شنو نديرو هنايا؟ son sourire donc son sourire est lumineux مشرقة comme le soleil dans un ciel clair، بحال الشمس ملي كتكون مضوية في واحد السماء صافية. comme le soleil dans un ciel clair. alors هنا شنو غادي نشوفو؟ l'opposition ضد. تا الدرس ديال الضد خدمتو معاكم لوبوزيسيون لي موايان اللي كنستعملو في الضد. جو مو ليف بور طونطون، يعني كنفيق بكري. جو سوي توجور اون روتار، وديما انا راني اون روتار معطل، يعني الضد. واخا انايا هنا ما غاديش نخدمو بلا كونسيسيون تناقض، واخا هي نورمالمون راه تناقض، انت كتفيق معطل، ولكن هنا نستعملو ما داروش لينا لا كونسيسيون، اداه ديال الضد. Je me lève tôt, quand faire bkri, ou ma adalik, pourtant, je suis toujours en retard. Dim ana en retard. Alors, بالنسبة لهاد الطابلو هو اللي قلت لكم ديال هذاك لي زيكسبرسيون اللي كنستعملو ديال انكلو اكسكلو، دونك ما غاديش نخدمو معاكم باش ما تدوخوش. ما كاينش في الجهوي وما كاينش في الاطار المرجعي. دونك هنايا وهاد التمرين الثاني ديال لي برونو، برونو غولاتيف، حتى هو ما كاينش هنايا. كاين هذا يكون في الاطار المرجعي وكاين في الجهوي، كونجوغ لامبارف، ولكن هادو ديجا شرحهم لكم في الكتاب، دايرهم في الكتاب، اللي بغى القاعده رجع في الكتاب. كونجوغ لامبارفي او او باسي سامبل، هنا غادي نصرفوا الافعال، قال لك اما في لامبارفي الماضي ولا الباسي سامبل حتى هو ماضي. كاين كيدير تعرف تقول انا لامبارفي ماضي وباسي سامبل ماضي، كاين دير انا نصرف، كاين دير تصرف. انت باش تعرف تصرف كاين واحد الدرس، باش تعرف تصرف راه قريتو في الكتاب، الدرس سميتو لي فالور، يعني لي طون دو ريسي لي فالور، كيعلمك فوقاش تصرف.
يعني هالحالات فوقاش كنستعملوا الماء لامبارفي، وها فوقاش الحالات اللي كنستعملوا الباسي سامبل. ترجعوا لذاك الضغط ديال لي فالور في الكتاب، ولا بعدا قبل الكتاب ديروا لي فالور سميت القناه وهي يطلع لكم، يطلع لكم فيديو شارحه فيه شنو هما لي فالور، فوقاش كنستعملوا لامبارفي، فوقاش كنستعملوا باسي سامبل، القاعده مع التمارين مع التصحيح، باش تفهموا مزيان الدرس. ومن بعد عاوتاني شوفوا اللي خدمت معكم في الكتاب ديالكم، ديروا لي فالور قلبوا عليه شوفوا شحال الصفحه، ولا على لي فالور وكتبوا باس غير سميت القناه يطلع لكم، باش تفهموا الدرس وتعرفوا فوقاش كنستعملوا لامبارفي وفوقاش غنصرف. الوغ نبدا لكم دابا هنا توت لي فوا كيل مونجي دو لا فيوند، كيعرف كل مره ملي كياكل لا فيوند. الوغ هذا مونجي فاش غنصرفوه؟ غنصرفوه في لامبارفي. علاش؟ حيت هو كيقول لك توت لي فوا، كل مره من ان واحد لاكسيون يعني لا ريبيتيسيون تكرار فيما كياكل لا فيوند. اذا واحد لاكسيون هي اصلا مونجي اكسيون لونغ، ولكن هنا ملي كيقول توت لي فوا اذا هذه شنو عندنا؟ عندنا اكسيون لونغ. انا وليت رجعت ليكم نسيت قبل الطابلو، راه كاين سؤال ثلاثة، هذا السؤال هذا ثلاثة ما داخل هنا في الطابلو ما بانش تفكرتو بريسيز ان نخدموا هذا السؤال. هذا رجع ليكم بريسيز لا فالور دي فيرب سوليني دون لو تيكست، تحدد لي لا فالور. هذا الدرس ديال لا فالور ليها الدرس اللي قلت لكم دابا الكونجوغاسيون، كاين واحد الدرس سميتو لي فالور. عندنا غوندي وعندنا الير، هاد لي دو فيرب فاش مصرفين. هنايا عندنا لي فوازان لوي رون دي فيزيت ريغولييرمون، كيمشيو يزوروها يوميا. اذا واحد لاكسيون اللي كتعاود، اذا هاد غوندي هذا شنو؟ هادي اكسيون ريبيتي، هادي لابيتود لا ريبيتيسيون تكرار. غوندي كيزوروها و ريغولييرمون يعني سوفون، اذا هادي لابيتود. بالنسبه لالير هاد انا مشاو يديروا التحقيق اكسيون اشوفي، يعني هاد كيمشي واحد لاكسيون اللي هي في باسي سامبل مصرف، وهادو من لي فالور ديال باسي سامبل. اشوفي تسال هذاك لاكسيون تيرميني، ما حدوش لينا الوقت شحال، وانما غادي تسالا يمشي ويوصلوا صافي. لاكسيون سالات ماشي بغيف، ماشي فرمشه عين، حيت هو الير يمشي راه يمشي واحد شويه داكوغ. دونك نرجعوا هنايا مونجي غادي نصرفوه في لام بارفي، فيما كياكل لا فيوند حيت هادي لا ريبيتيسيون. ال طومبي مالاد، فيما كياكل اللحم ال طومبي حتى هي في لام بارفي، حيت فيما كيديروا هاد لاكسيون كتعاود ديال كياكلوا، كل مره كيتعاود ليهم هاد لاكسيون ديال كيمرضوا داكوغ. دونك هي هادي، هي عندنا مونجي في لامبارفي، طومبي في لامبارفي. عندنا هنا نو جوي دون لا كور، هنا عندنا اكسيون لونغ، اكسيون لونغ كنلعبو يعني هذا في لامبارفي. توتاكو هادي عندنا اكسيون سودان، فجأة لا بلوي كومونسا ا طومبي. اذا هادو من لي فالور ملي ترجعو الدرس تفهمو كيفاش تبقاو تصرفو. اذا هنا عندنا لامبارفي وهذا عندنا اكسيون سودان، فجأة هي عندنا اصلا توتاكو، فجأة لا بلوي كومونسا ا طومبي. اذا هنا عندنا كان كيلعب اكسيون طويله اكسيون لونغ، صرفناها في لامبارفي، وهنا باسي سامبل.